بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت مشتري الايفون 11 وتعاني من مشكلة في اللمس، انه الشاشة ما تستجيب لللمس، او انه مثلا تضغط على حاجة معينة يروح يفتح لك حاجة ثانية، فالافضل انك انت تجي تغير الشاشة وبشكل مجاني عن طريق ابل. فابل اعلنت خلال هذا الاسبوع عن برنامج استبدال الشاشة للايفون 11، ما هو الايفون 11 برو، الايفون 11. طبعا هذه المشكلة ظهرت في بعض الأجهزة اللي تم شرائها ما بين شهر 11/2019 إلى شهر 5/2020. فلو كنت تتعاني من مشكلة في الشاشة، كل عليك أنك أنت تشيك على الرابط اللي موجود في وصف الفيديو تحت، وإذا كنت تشيك تعطي لايك لهذا الفيديو وتدخل الرقم التسلسلي من هنا. طبعا الرقم التسلسلي كيف تحصل عليه؟ تدخل على الإعدادات، وبعدين تدخل على جنرال أو عام، وبعدين أباوت أو حول، وراح يظهر لك الرقم التسلسلي هنا. فكل اللي عليك انك انت تنسخ هذا الرقم، وتقدر انك انت تنسخه من هنا، تضغط على كوبي وراح يقوم الايفون بنسخ الرقم التسلسلي، وبعدين تلصقه في هذه الخانه وتضغط على ارسال، وراح يقول لك هل جهازك مؤهل لعمليه استبدال الشاشه بشكل مجاني ولا لا. طبعا في الدول اللي فيها ابل ستور تقدر تروح لابل ستور ويغيروا لك الشاشه، لكن عندنا في السعوديه ما في ابل ستور. فكل اللي عليك انك انت تروح الى بعض المتاجر. فهنا انا عندي محمل تطبيق اللي هو الابل سبورت او دعم ابل، وبختار هنا انه انا مشتري الجهاز مثلا ما هو من شركة اتصالات. ففي بعض المتاجر مثل حاسبات العرب، فيه اكسترا، فيه الف، كل هذه المتاجر قادرة على تغيير الشاشة لك، وحتى لو انت ما انت مشتري الجهاز من عندها. فالافضل انك انت تتجه لهم. انا مثلا هنا في ظهر عندي مثلا هنا عرب كمبيوترز، هم اللي افضل انك انت تروح لهم، او حاسبات العرب، وفيه اكسترا وفيه جرير، كلهم يقدمون ضمان لابل وراح يغيروا لك الشاشه حتى لو ما اشتريت الجهاز من عندهم. هذا اللي حبيت اوضحه اليوم. فيا ريت اللي عندهم الايفون 11 يقولون لنا هل يعانون مشكله في الشاشه ولا. يعطيكم الف عافيه، ونشوف ان شاء الله مع فيديو قادم.